هو يتدلل، يدلع، يتقدم، يتبختر هنا في استاد غير استاد السابق بعد سنوات قضاها سيمان هناك مع الأبيض الريال مدريد. الدوري الإيطالي يستعيد نجوميته، يستعيد بريقه في موسم الإقلاع بعد غياب عن المونديال لأول مرة من 60 سنة. إيطاليان تمشي كرة بالانطلاقة خطيرة، كيليني، والهدف الأول اليوفي، 1-0 ليوفي. 3 دقائق، سامي خضيرة يبدأ كرنبال، يبدأ الفيستيفال دي ليوفي هنا في الدوري الإيطالي. أقل من 3 دقائق كفيلة، 3 دقائق تثبت، 4 ممكن يجيب 5. تمشي كرة بالانطلاقة خطيرة جدا، الثاني فرصة كبيرة، فريق سجل في أوروبا، خطيرة، والهدف الثاني، الهدف الثاني يضيع، تسلل، فرصة كبيرة، اش قربك للوادي يا كييفو. ترجع كرة ممتازة، تهيلة خطيرة، دوغلاس، والهدف الثاني يضيع بطريقة غريبة، فرصة كبيرة ضاعت من السيد العجوز عن طريق الرائع البرتغالي جو كانسيلو. تنطلق الهجمة، ينطلق الفريق الأصفر والأزرق، محطة تسديد حلوة، والكرة قريبة لهذا الشباك، ممتازة. خوان كوادرادو يمشي، خوان يلعب، خوان كوادرادو، رونالدو جول، مش ممكن. أول كرة قالوا الراتي عشاق اليوفي في كل مكان، جاكم اللي ما يرحمش، جاك في البرنابيو بمدريد، يمشي ممتاز كريستيانو رونالدو، امتيازك هذا اللي يعمل تعادل من الفرق السرعة. هسه ديبالا، كوادرادو حط الثاني، لا، نفس اللقطة بتاع كريستيانو مع رفقائه، الهداف بالفترة كريستيانو، غضب أول غضبة. ثاني أيضا ترجع كرة كريستيانو رونالدو، نحسه في فورمة ممتازة، كيما جات كريستيانو مولع من البدايات. أعتقد أن البداية واعدة جدا في استاد الدوري الإيطالي هذا العام. كرة ترجع عن طريق الدفاع، كرة خطيرة، رونالدو حاول يسجل بطريقة فرال، وتسديدة والأروع، هاي هذا فرصة هدف الثاني والثاني، وكريستيانو والدفاع، يضرب وديكيبو، يلعب الكرة في موسم استعادة نادي بارما، خطيرة، جول، هدف التعادل، هذا هو كييفو العنيد، يا السادة، التعادل من ستابينسكي، قلت لكم فريق عنيد، فريق مقاتل، فريق لا يستسلم، بإمكانه في أي لحظة ليسجل ويعوض ويعود، يتعادل ويعادل الأرقام، مروع كرة الراس، يا سادة، ملاعب كبير، ورونالدو، وفرصة من كريستيانو، وسجل اليوفي، والانطلاقة وتسديدة الحارس، كرة ممتازة من كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو ممكن يدخل منطقة الجزاء، خطيرة، الهربة، الداخلة، في عارك، ضربة جزاء، بينالتي لفريق كييفو فيرونا، ضربة جزاء رقم 17 على كونسيلو، رقم 17 يبدع في الكرة، جاكيريني من نابولي، يمشي جاكيريني، جول، رتد الكيابو، مفاجأة كبيرة يا السادة، وجاكيريني اللي لعب عنده 5 سنين في اليوفي يرفض أن يحتفل بالهدف أمام أنصاره ولاعبين وزملائه السابقين. 2-1 كيابو والأروع، 2-1 للفريق الحدث، 2-1 لفيرونا المفاجأة، 2-1 لفيرونا الرائع، كييفو يعدل ثم يجيب الثاني، ترجع بالراس والتعادل، كريستيانو رونالدو بالراسية، هيك العيش مع دفاع كييفو، أكثر من مرة ينسى اليورو من الرقابة، رونالدو في منطقة الجزاء، رونالدو، والحارس يبدع، ما أروع سورنتينو وما أحلى كريستيانو، ما أروع بطل إيطاليا، عنده كرة خطيرة والتعادل يضيع، كريستيانو رونالدو يقدر كرة التعادل مرة أخرى، ملح لاس، لا عنده بلاس، خرج، يمشي ساندرو، وكرة من كريستيانو والدفاع، وبالكرة، الكرة عن طريق كريستيانو، والكرة والتعادل يضيع، ملا يوفي، مانزوكيتش، ملا كريستيانو، كانوا يلعب معهم سنين، ترجع الكرة بالراس والتعادل ليه؟ هدف التعادل ليوفي، ما أحلى عودتك يا بونوتشي، ليوناردو، بونيوتشي.
يترك سان سيرو يعود ليتو الان يشوتها يضرب كريستيانو جول الحارس سورنتينو اللي انت خطير العرضية كريستيانو فرصة والهدف الثالث الهدف الثالث تجاوزت الخط المعتز المركزي اللي خرج من اليوفي بعد 25 سنة اللي قال انه اليوفي هي قبل حياته الشخصية الهدف الهربة والهربة والدخلة والكرة الثانية عن طريق سعد الهدف الثالث الهدف الثالث الهدف الثالث الرائع برناردسكي